مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. عايز اقول لكم ان محمد صلاح يعني مشرفنا ورافع راس مصر فوق قوي 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 لاقصى حاجه. ارحب بيك حالا ولا ارحب بيكم نتكلم على صلاح؟ طيب ارحب بالاستاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الاهرام الرياضي، وبعد كده نرحب بالنجم الكبير محمد صلاح. اكيد طبعا على السنة. على فكره نور الدنيا الاول. الله يخليك يا كابتن، ودايما بتشرف بيك. بقول لك كل سنه طيب. ربنا يخليك يا رب. مولد النبي يوم كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير، وكل سنه ومصر بخير وشعب مصر بخير بخير يا رب، ورخاء وسعاده ان شاء الله يا رب. وطبعا كل المصريين فخور بمحمد صلاح. على فكره بس عاوز اقول للساده المشاهدين، انا صوتت لصلاح من يومين كذا. لازم كلنا انا صوت لصلاح. يا ريت كل المصريين يدخلوا على موقع البي بي سي. انا مش عايز اقول هتلاقي خمس على فكره هو اخر صوره تحت. كل اللي بتعمله انت بتسود او تظلل الدايره يبقى محمد صلاح خد صوتك، لان احنا عايزين محمد صلاح يعيد تاريخ كل الزمن الجميل. النهارده كمان احرز هدفين اعتلى بيهم قائمه هدافي الدوري الانجليزي. حاجه تفرح، حاجه تفرح مصر. حاجه تفرح. هو سفير الرياضه المصريه، الفرعون المصري اللي بجد بقى. اكيد طبعا. مين ما بيحبش محمد صلاح؟ حاجه جميله. يعني مين ما بيحبش محمد صلاح؟ رافع راسنا قوي بصراحه. اكيد طبعا. انا فخور ان انا مصري، وفخور ان محمد صلاح ان هو بيمثلني بره. تجربه احتراف ناجحه. أكيد. عشان كده المنتخب مصر الحالي اللي صعد كاس العالم، انا وجهه نظري هو افضل جيل يا كابتن معلش في تاريخ الكره المصريه. مش شهادتي انا، شهاده 15 لاعب محترفين بره، شهاده 6 لاعبين محترفين في الدوري الانجليزي. منهم محمد صلاح، محمد النني. فالاوروبيين لما يشهدوا ان هو هؤلاء دول يحترفوا، يبقى احنا عندنا جيل عظيم يستحق اللعب في كاس العالم. أكيد. وكمان صلاح هو اللي صعدنا. اكيد. اللي البعض طلع وبيتكلم ان لا احنا لا، هو محمد صلاح. حتى رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي اختصه بالحوار. قال له كان ممكن تضيع ضربه الجزاء، لكن انت كنت مركز وكان كله بيهرب من تسديدها الا انت يا محمد. اختصوا بالحوار والحديث. يعني هو احنا حتى خطتنا باصي لصلاح وطريقتنا باصي لصلاح على فكره. لكن وعلى فكره احنا هنحل محل ايطاليا. كلهم رجاله. طبعا. كل لعيبه رجاله. هنحل محل ايطاليا في كاس العالم. يا رب. محل ايطاليا ازاي؟ ان احنا بنلعب بالطريقه الايطاليه. لا 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 لا، اوعى تقول كده بقى، اوعى تقول كده. لا ما تزعلنيش منك. على فكره كل العالم فيه اصداء كثيره. الازارو مش موجود في كاس العالم. اخر الايطاليين لم يذهبوا لكاس العالم 3 مرات. دي المره الثالثه يعني. مره سنه 30، المره الثانيه 58، ودي المره الثالثه. عشان كده انا حتى يمكن كاتب عمود الراي بتاعي في الاهرام الرياضي شعراوي ورفاقه اسقطوا ايطاليا. يعني الناس يعني الكره شفت كنا نقول له شعراوي تعالى شعراوي يلعب معانا. الحمد لله ما جاش. دلوقتي شعراوي استيفن شعراوي الحمد لله اللي ما جاش. لا 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 يعني كلنا عظماء شايفينهم، دي روسي ومالدينو وباجيو وابو ضفيره لا يعني ايطاليا قدمت نجوم عظام لكره القدم. عيب قوي ان هي بتبقى مش موجوده في كاس العالم. ما ده التوفيق. انا كنت عايز اقول لك يعني حضرتك اختصيت المنتخب ده ان هو من احسن المنتخبات اللي جت على يعني مر التاريخ المنتخبات المصريه. دي شهادة شهادة الاوروبيين على فكره. لكن برضو كان عندنا منتخبات فرحونا قوي، لكن برضو خانهم التوفيق في الصعود لكاس العالم. خانهم التوفيق. كان في اللي هو جيل يعني 2006 و2008 و2010 وجيل 98 بالظبط. لا كان عندنا اجيال، بس هو الجيل ده جيل قريب قوي من بعضه. وجيل محترف وعنده الفكر الاحترافي، فقادر ينفذ. المهم بدليل انه كلهم بينفذوا تعليمات المدرب. يعني ما حدش بيجتهد، وان طريقتنا لعب لصلاح. والله يا رب يا رب. يعني لا ان شاء الله هنعمل بصوره. احنا تصنيفها الثالث على فكره. والقرعه يوم 1. وعلى فكره انا عاجبني في الروس انهم اختاروا المذيعين اللي هيقدموا حفله القرعه، اللي هو جاري لينكر وماريا المذيعه الروسيه الشهيره، الشابة اللطيفة دي اللي هيقدموا حفل القرعة. متابع انت مريم في... شكلك يا عبد الشافي. في اصل الكريملين. كله عاوز يروح راسي. يعني يا رب كل التوفيق للمنتخب المصري ان شاء الله تحت قيادة المدير الفني هيكتور كوبر. يا رب يا رب بس نغير من شكلنا ونبقى يعني خير ممثل للشعب المصري ان شاء الله. اكيد مش هنكرر تجربة ايرلندا. المدرب ايرلندا ساعتها قال لك انا هعتزل كرة القدم. مش هنكرر تجربة انجلترا. مش هيبقى رصيدنا هدف واحد سجله الكابتن مجدي عبد الغني. لا انا هقول الكابتن مجدي عبد الغني لا بصراحه هيسجل. ان هيسجل كل احجازي ممكن يسجل على الرغم ان هو محصور عند كده. يحط العيال دي في دماغه ممكن ما يسفرهمش اساسا. كابتن مجدي مش سهل. عاوز اقول حاجه، هو عمل صيت لنفسه
على الرغم ان في سبقوه في كاس العالم 34. ما انا ماليش دعوه كابتن مجدي هو لا كابتن مجدي لا انا هقول له قصدك كابتن عبد الرحمن فوزي اكيد بقى هدفين. طب ايه بقى يعني ايه بقى فاهمني هسجل هدفين وما سجلش هدفين هدفين بس خلاص. هو الكابتن مجدي عبد الغني احنا في كاس العالم ما عملناش غير هو الهدف بتاعه يعني بس وعلى فكره في كاس العالم 34 بقول لك بقى اصل هدفين من زمان قوي ومش عارف من زمان ما احنا برضو 90 من زمان قوي مش عايزين نتكلم. بص هو في كمان افيه بيتقال ان السماء بره خلي بالك كابتن مجدي ما بيهزرش في الحته دي ما بيهزرش بس عاوز اقول له ده التاريخ اللي عماله وحط على يمينك ده وحط على يمينك عشان ضربه الجزاء عمل شغل لا بس صلاح بعد كده مش هيقول لك بص صلاح يا رب هداف الدوري الانجليزي هداف الدوري الانجليزي اللي مليان نجوم اللي اغلى دوري في العالم بالظبط هو اغلى لعيب في في مصر واغلى لعيب في فريقه في ليفربول يعني حاجه وانا بقول بدعو من هنا من منبرك المصريين صوتوا لو سمحتوا ده المصريين مش محتاجين صوتوا لو سمحتوا عشان بعتوا لي يا كابتن ادخل صوت لصلاح وبعتوا لي الموقع والتفاصيل اعمل ايه كمان على الفيسبوك انا شخصيا صوت لا لا حاجه فكلنا لازم نصوت يا ريت كل الرياضيين الموجودين بنشجع ليفربول قبل كده كنا بنشجع روما قبل كده كنا بنشجع احنا ورا اي حد محترف على طول البلد ما احنا ورا صلاح احنا البلد ما بتصدق يعني انت عارف يا رب كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري في روسيا انا شايفك معاك ورق ما شاء الله كتير انت كل مره بتحضر لي ملف بس انا نفسي الكلام بتاعنا يجيب نتيجه والله بص يعني والدتي كانت تقول لي العيار ما صفش بيدوش وعلى الاقل احنا مش لينا مصالح احنا بنتكلم على مصلحه بلدنا مصلحه مؤسسات بلدنا بنتكلم على رياضة بلدنا زي ما احنا فخورين محمد صلاح عايزين يبقى عشرات عندنا زي محمد صلاح في كل اللعبات عايزين الرياضة احنا ليه ما ناخدش كاس العالم هو الارجنتين ولا البرازيل ولا ايطاليا ولا المانيا ولا فرنسا سابقنا في الحضارات عشان هم يبقوا ابطال عالم لا. احنا ليه ما نكونش كده احنا دولة عظيمة عشان كده اللي احنا بنعمله ده كابتن ميدو لمصلحة هذا الوطن لا مصلحة بلدنا للبعض بيحاول يعني صدر صوره للناس ان هو بيعمل ده عشان هي كده هو القانون لا مش صح الملفات دي اللي انا بتكلم فيها بتكلم على مصلحه مصر لما يكون عندي قانون وانا ادهسه اعتقد دي حاجه نتوقف عندها طويلا طب انت شايف بقى دهس القانون جاي من فين من الجميع يعني من القائمين على تنفيذ القانون يعني لما اتكلم انا على اللجنه الاولمبيه دهست القانون لما اتكلم على وزير الرياضه دهس القانون بس خلينا نعترف بشيء يا كابتن ميدو ان احنا عندنا امر واقع عندنا قانون وسواء نرضى بيه او لا نرضى بيه هو عندنا قانون علينا تنفيذ هذا القانون واحترام هذا القانون احنا راضين عنه هو قانون تمكين الفساد هو قانون مشوه هو قانون مليان عوار مليان حاجات كتيره جدا اتحادات نوعيه بتاخد من صندوق التمويل الاهلي اموال ما نعرفش رايحه فين ومين اللي بيحاسب مين حاجات كتير لكن خلينا نتفق احنا عندنا قانون علينا احترام هذا القانون مين يحترم هذا القانون اولا القائمين على تنفيذه احنا دلوقتي عندنا شعابة المساله مين القائمين على تنفيذ القانون وزير الرياضه واللجنه الاولمبيه طيب هل اللجنه الاولمبيه تنفذ القانون انا بقول لك لا هناك مصالح تحكم اللجنه الاولمبيه كلامي على مسؤوليتي لما اتكلم انا جايب ورقه معايا عشان لما اتكلم اقنع الساده المشاهدين اقول لهم اللجنه الاولمبيه لا تنفذ القانون. قضيه الاهلي ده قضيه اخرى اتكلم فيها وحق النادي الاهلي. لكن لما اتكلم على اللجنه الاولمبيه اتكلمنا في العموم في العموم اتكلم في العموم لما اللجنه الاولمبيه تجري تعديل في لائحتها الاسترشاديه ماشي علشان ما فيش حد ينزل ضد الرئيس المهندس هشام حطب في انتخابات اللي هتجري بعد كام يوم اللي هتجرى بعد كام يوم يعني ايه هو حضرتك بتفصله اللوائح تفصيلا زي البند الموجود اللي تم اضافته للائحه واللائحه كمان فيها عوار عايز يقصي مين تحديدا الدكتور وليد عطا ما هو اللي نازل رئيس ضده اتعمل في ايه بند في كابتن ميدو في اللائحه حطوا بند اللي تم اضافته للائحه الاسترشاديه للجنه الاولمبيه اللي هي اهانه او تطاول على اللجنه الاولمبيه ورموزها يعني ايه تطاول او اهانه اللجنه الاولمبيه ورموزها ده في الماده 24 فقره 6 يعني ايه يعني معنى عام مفتوح لاي حاجه يعني ممكن اي اشاره يعني انا عاوز انتقد اللجنه الاولمبيه وبعد كده مش من حقي انا عضو لجنه اولمبيه وعاوز انتقدها يبقى انا اهنت اللجنه الاولمبيه ورموزها اللي هو قانون الازدراء يعني انا بزدري اللجنه الاولمبيه
انا بصدري اعضاء اللجنه الاولمبيه، لا انتوا هيئه رياضيه تخضع لجهات رقابيه، انتوا هيئه طبقا للقانون الجديد تنطبق عليها قانون الرياضه. انت مش من حقك انك انت تقصي حد، يعني ده حتى لا متفق مع القانون ولا متفق مع الدستور. الترشيح حق دستوري. انت تعمل لي تضيف لللائحه بند عشان تفوز بالتزكيه وتقصي الدكتور وليد عطا اللي هو خد القرار الشجاع من وجهه نظري عشان يرشح نفسه رئيس لجنه اولمبيه في الوقت الذي توارى فيه الاخرون. واحد. اثنين، انا اوريك العوار الموجود في عدم اللجنه الاولمبيه اللي بتنفذ القانون. هي دلوقتي بقت المفتش كرومبو طبقا للقانون 71/2017. طيب اللجنه الاولمبيه فتحت باب الترشيح وهناك انتخابات في الاتحادات الرياضيه لم تجرى وهناك مرشحين. بناء على ايه انت فتحت ترشيحك؟ الاعضاء اللي هيصوتوا لك لم يتم انتخابهم. ده انتقاص في القانون. كمان الانتقاص الاخر في القانون، هناك اعضاء نجحوا في اللجنه الاولمبيه لم ينجحوا في اتحاداتهم. هتقول لي مين؟ هقول لك الكابتن هشام نصر نائب رئيس اتحاد الهاندبول والمرشح لرئاسه اتحاد كره اليد. طيب ازاي هو هنا لم يحسن موقعه كرئيس اتحاد لكره اليد وما نجحش في هذا المنصب، وانت بتخليه يكسب بالتزكيه ويبقى عضو اللجنه الاولمبيه، وانت لحيتك بتقول ان اللي يترشح يبقى موجود في الاتحاد او رئيس الاتحاد او ما ينوب عنه ويكون خطاب رسمي طبقا لهذه او ما ينوب عنه او من يعني اي حد من اعضاء مجلس الاداره. ودي لائحه اللائحه، بس انا عاوز اطلع للساده المشاهدين ادي اللائحه، لان في اول صفحه فيها عوار، اول صفحه فيها قضيه. لو هناك 25/2014 بالظبط، لا دي هقراها لك. اللائحه دي نشرت في الجريده الرسميه يوم 3 أكتوبر 2017، وبعدين بيدعوا ان هناك جمعيه عموميه تم عقدها وافقت على هذه اللائحه. هذا لم يحدث. اثنين، القانون صدر في شهر مايو والقانون لا يطبق قياس رجعي. هذه قاعده قانونيه، وحضرتك خريج كليه حقوق والعالم كله ما فيش قانون يطبق واثر رجعي. تمام. القانون تاني يوم من بعد اعتماده ونشره في الجريده الرسميه يبتدي التنفيذ. السيد المهندس هشام حطب حط لائحه واعتمدها. اللائحه دي بيقول اعتمدت في الجمعيه العموميه التي عقدت يوم 23/5/2014. حد يطلع يقول لي ايه ده؟ مين قانون ده؟ هل قانون الرياضه الجديد بيقول لك انا هعتمد لك الجمعيه اللي انت عملتها من 3 سنين؟ لا طبعا. حد يقول لي ده قانون؟ طيب القانون ما بيقولش كده. طيب انت ما عدلتش وافقتش اوضاعك، لان هذا بناء على قرار الجمعيه العموميه غير العاديه في 23/5/2014. الماده 3 من قانون الرياضه 71/2017 تنص ان كل الهيئات الرياضيه بما فيها اللجنه الاولمبيه توفق اوضاعها. انا ده شايف اللائحه دي اللي تم نشرها يوم 3 اكتوبر في الجريدة الرسمية هي دهس للقانون وعدم تنفيذ القانون. من مين؟ من القائمين على تنفيذ القانون. تمام. طيب وكمان أضاف لهذه اللائحة إيه يا كابتن ميدو؟ وتعديلاتها في الجمعية العمومية غير العادية. تاني بتاريخ كام؟ 20/10/2014. هو احنا إيه المطلوب من المصريين؟ مش عارف. يصدقوا الناس إزاي؟ يصدقوا الناس دي بتحترم القانون إزاي؟ يصدقوهم ازاي بينفذوا على القانون؟ وكمان عايزني اثق في عدالتك. انت مطلوب منك العداله بصفتك ايه؟ بصفتك رئيس المركز، مركز التحكيم الرياضي. وعندنا مركز التحكيم الرياضي، انا مش هتكلم على ان القانون نص عليه وان اللجنه رئيس اللجنه الاولمبيه يبقى رئيسه كرئيس مجلس اداره هذا المركز لادارته لاداره هذا المركز، لكن عند حوالينا تجارب يا كابتن ميدو. ماشي، انا هروح بعدين عشان اقول التجارب، اكمل بس العوار أنا سايبك هو براحتك في اللائحه الاسترشاديه الخاصه باللجنه الاولمبيه التي اضيف لها فقره لاستبعاد الدكتور وليد عطا اللي خد قرار جريء وشجاع للترشح ضد المهندس هشام حطب. كان معايا الدكتور وليد عطا هنا قبل كده في حلقه سابقه يعني، واتكلم راجل وجاب ورقه وكان في اتهامات عليه وجاب ورق نفاها، وكان جايب معاه صحيفه الحاله الجنائيه وشهاده الدكتوراه. حاجه بصراحه هو حاطط بنود، قال لك مؤهل عالي، هو حاطط ان يكون حاصلا على مؤهل عالي، ان يكون على درايه تامه كذا، والحاجات اللي ويكون ايه ما تصدرش ضده احكام. لكن ازدراء اللجنه الاولمبيه ورموزها ده جديده قوي على الرياضه المصريه. جديده قوي، دي تصفيه حسابات. ده واحد بيدور على مصالحه. طيب ده بخصوص
ان هم اضافوا للجنه اللائحه الاسترشاديه فقره لاستبعاد مرشح منافس لرئيس اللجنه الاولمبيه. طيب ما حدش توقف عن شيء حصل انا شايفه عيب في الرياضه المصريه او عيب في رموز الرياضه المصريه اللي هو ولازم نسترد لهم حقهم. لما الكابتن الكبير جدا وهو رمز الرياضه المصريه الكابتن اسماعيل الشافعي يتم استبعاده من انتخابات اللجنه الاولمبيه، حد وقف واتكلم وقال ليه؟ طب وانت انتخبتوه بناء على ايه؟ انت في لائحتك دي لائحه اللجنه الاولمبيه اللي انت حطيتها عشان تفصلتها تفصيل عشان نفسك وضفت لها فقره علشان تبقى انت رئيس اللجنه الاولمبيه، اسماعيل الشافعي ده رمز من رموز الرياضه المصريه. بالظبط. اسماعيل الشافعي اسم كبير طبعا في الدورات الاولمبيه واسم في الحركه الاولمبيه. كابتن اسماعيل الشافعي انا بقول كده كابتن هو حاجه عظيمه، فالحركه الاولمبيه اكتب اسمه هتلاقي اسم اسماعيل الشافعي عمل ايه في الحركه طبعا الاولمبيه. كل مصر عارفه يتم استبعاده. طيب هل تم استبعاده عشان مرش رمز من رموز الرياضه المصريه؟ عارف اتقال لك ايه؟ وده مش موجود في اللائحه، اصلي هو تبلغ السبعين. بلغ السبعين. بلغ السبعين. انا عاوز اقول له توماس باخ عنده 70 سنه. مش انت تاخد تعليماتك من توماس باخ الالماني؟ عنده 70 سنه. هو في اصلا سن قانوني بيمنع الترشح او عدم الترشح؟ اصل ده عمل تطوعي، لكن الان لم يصبح يعني عمل تطوعي. او في ماده عندهم بتقول كده؟ مفيش، هذه اللائحه اهي. ما في، انت بتقول استبعدته عشان ده 70 سنه. ما لحقش يضيفها علشان كان نشر اللائحه في الجريده الرسميه. حتى لو انا شايف حتى لو كان موجود في اللائحه ده عوار. انت كده بتمنع حق واحد لا هو رمز، هو رمز في الرياضه المصريه من ان يكون ليه حق دستوري في الترشح. هو مش انسان. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو مش خدم الرياضه المصريه. هو بصرف النظر عن من سيترشح او من استبعد او من او من او من، يعني هو الموضوع يا جماعه احنا لما بنيجي نحط مواد او نيجي نحط يعني بنود تحت ماده او بنحط قانون حتى لازم يكون يعقله الانسان العادي، يعني يعقله حتى الانسان العادي. لكن اكيد طبعا احنا كل الكلام ده بيندرج في الاول وفي الاخر تحت القوانين، اكيد في ميثاق للجان الاولمبيه، في قانون للجان الاولمبيه، هم بيستمدوا منهم هذه الفقرات اللي بيحطوها، مش كده ولا ايه؟ طبعا. فما ينفعش ان انا احط حاجه مخالفه اساسا او تشخيص. بالظبط، يعني تحليها حاجه شخصيه. بالظبط. لا ما انا ما بتكلمش عن الشخصنه دلوقتي. انا بتكلم ان انا احط حاجه، يعني ما ينفعش ان احط حاجه متعارضه مع الميثاق الرسمي للجنه الاولمبيه او قواعد اللجنه الاولمبيه او قوانين اللجنه الاولمبيه. اكيد اللجنه الاولمبيه الدوليه لو عرفت ان في حاجه زي كده اكيد الكلام ده مش هو يمكن عشان هو رمز كبير ومعروف في الحركه الاولمبيه لم يلجا للجنه الاولمبيه الدوليه. لا انا بتكلم في العموم، بتكلم في العموم. وفي العموم طيب ما هو انت لم تحترم الميثاق الاولمبي. بالظبط. يعني انا لما احط حاجه انا بصراحه يعني انا نفسي حد يعني يعمل معانا مداخله يقول لنا يا جماعه انتوا بتجيبوا حد بيتكلم غلط، يا جماعه انتوا بتتكلموا في كلام مش صح. لكن كل اللي بيجوا معايا بصراحه بيتكلموا كلام انا مش لاقي حد بيرد. يعني انا دايما بدعوهم يا جماعه ادخلوا اعملوا مداخله، ادخلوا قولوا لا والله ده الاستاذ عبد الشافي بيتكلم غلط، ده الدكتور وليد عطا لا لا يرفعوا عليا قضيه يعني مش صح. لا مش يرفعوا قضيه، احنا بنتكلم في عايزين نطلع في الاول وفي الاخر يا استاذ شافي احنا بنعمل كده ليه؟ خدمه وطننا بس، بلدنا بس، ومؤسساتنا بس. اصل مصر دوله مؤسسات، كل الرياضه دي فيها مؤسسات. ما هو الانديه دي مؤسسات، والاتحادات مؤسسات، واللجنه الاولمبيه مؤسسات. المؤسسات دي كلها بتصنع هذا الرياضه المصريه. بالزبط. اللي هي قدمت محمد صلاح وقدمت النني وقدمت ربيعه وقدمت حجازي وقدمت رمضان صبحي وقدمت النجوم دول. بس ده في كره القدم. فانت ازاي اعتمدت فوز هشام نصر عضوا في اللجنه الاولمبيه وهو ما زال مرشح في انتخابات اتحاد كره اليد على منصب رئيس الاتحاد؟ هذا عوار، وانت بتقول لازم يكون عضو او رئيس اتحاد. دي اللائحه بتاعتك بتقول. مش طيب. انتخابات النهارده لاتحاد كره اليد؟ مش متابع انتخاباتها قوي لان مصر كلها فيها انتخابات. ما كسب النهارده بقى رئيس اتحاد كره اليد الكابتن هشام نصر، نقول له مبروك. نقول له مبروك. تمام ماشي. لكن يعني ما ينفعش فوزه في اللجنه الاولمبيه يسبق فوزه في اتحاد كره اليد. فوزه على فكره الدكتور هشام نصر صديق وهو واحد من نجوم منتخب مصر وواحد من نجوم نادي الزمالك، بس مش انا مش كلامي عليه هو. انت هتحط لائحه عليك تحترم القانون. ماشي. وزي هي حتى لائحه الاسترشاديه اللي حطتها اللجنه الاولمبيه قال لك اعتمدناها في جمعيه 2014. القانون لا يطبق يا باسل الرجعي. انت القانون تحاسبني بعد صدوره مش قبل صدوره. بلغوني في الاعداد ان الدكتور هشام نصر يعني خلاص كسب بصفه رسميه.
ما هو وجوده في اللجنه الاولمبيه سبق وجوده في اللجنه في اتحاد كره اليد. بالظبط ده اللي بتكلم فيه انا. بالظبط مع ان انا افتكر للدكتور ليه عطا هم كانوا بيقولوا له انت يعني ازاي ترشحت لرئاسه اللجنه الاولمبيه وانت لسه اساسا يعني يعني في انتخابات هتحصل في اتحاد العاب القوه حاجه زي كده يعني. بص شفت التناقض. تناقض بالظبط دي حاجه بصراحه يعني حصلت قدام عينيا يعني. ما هو في الوقت كانوا يقولوا له ازاي تترشح واتحادك ما اتعملش. بالظبط. وعلى فكره اللجنه الاولمبيه تعمدت تاجيل فتح باب الترشيح في اتحاد العاب القوه لتفويت الفرصه على الدكتور وليد عطا. ده كلام كبير قوي. كلام كبير. طيب انا عاوز اسال المهندس هشام حطب اللي هو قائم على تنفيذ القانون. هذا الخطاب الصادر من اللجنه الاولمبيه ويحمل توقيع المهندس هشام حطب هذا دهس لقانون الرياضه المصري. قانون الرياضه المصري. قانون اللي وضعه البرلمان المصري. القانون الذي نشر في الجريده الرسميه. بيقولوا ايه هذا الخطاب؟ ان اتحاد كره اليد اتحاد كره القدم وفق اوضاعه ماشي في 2016 30/8/2016 برضه نفس المصيبه. ان اتحاد كره القدم وفق اوضاعه 30/8/2016 واجرى انتخابات وان صدر القانون 71 سنه 2017 في 31 مايو 2017، فهو وضعه سليم في 100% ومش من حقه يجري انتخابات. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في بلدنا ده؟ انت حطيت قانون عشان ما تنفذوش على مؤسسات وتنفذوا على مؤسسات. ايه اللي بيحصل في بلدنا ده؟ ده ما بيحصلش في العالم كله. انت حطيت قانون عشان يمشي على البلد كلها. يمشي على اي مؤسسه. يا كابتن ميدو، السفارات الموجوده في مصر ينطبق عليها القانون المصري والدستور المصري على الرغم من هي تابعه لدول ولها حصانه سياسيه، لكن اتحاد الدولي لكره القدم ينطبق عليه القانون السويسري والمحكمه الفيدراليه السويسريه هي اللي بتحكم الناس اللي فيه. انت ازاي بتقول لي او بيتكلم من قلبه؟ والله بيتكلم من قلبه كله. تقول لي 30/8/2016 اتحاد كره القدم عمل انتخابات وما يعملش انتخابات، تيجي ازاي؟ قانون مين ده؟ هو انا ليه لما سالتك قبل ما نطلع قلت لك انتوا ليه ما بتعملوش كرابطه صحفيين او كرابطه نقاد صحفيين؟ يعني ايا كان ليكوا قوه، مش المفروض ليكوا قوه؟ اكيد طبعا. او نقاد رياضيين. انا فخور ان انا انتمي لنقابه صحفيين. تمام. فخور ان انا انتمي لمؤسسه عظيمه اسمها الاهرام. تمام. فخور ان انا عضو في رابطه النقاد الرياضيين. ليه بقى يعني حضرتك يعني يعني في النقاد وفي رابطه الرياضيين يعني في كل حاجه ما شاء الله، ليه ما بتعملوش انتوا تعملوا كده تكتل ضد اي حاجه شايفينها غلط ضد مصلحه؟ لا التكتلات دي مش هتنفع الرياضة. يا كابتن ميدو خلينا بس على 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 يقين يعني. صعب انك انت تفرض رايك على كل الاخرين. لا هو ده فرض راي؟ لا يعني وحاول تقنع بوجهه نظرك. هو ده اقناع برضه؟ خلي لا معلش بقى اديني فرصه. هو ده اقناع ولا فرض راي ولا ده واحد ده واحد يساوي اثنين؟ واحد يساوي اثنين. ما ممكن حضرتك انا في ولا انا ليا مصالح ثانيه ولا ده ليه مصالح ثانيه ولا هي في البعض يتعامل يقول لك الصمت من ذهب او السكوت من ذهب، والبعض الاخر يقول لك انا هيطولني ينولني ايه من ده؟ والسكوت عن الحق شيطان اخر. بس انا شايف انا شخصيا شايف نفسي ده دوري وده حق المصريين عليا لان وده حق بلدي عليا. ايوه يا حبيب قلبي احنا عايزين نعمل حاجه فعاله. انا كل مره حضرتك بتيجي انا والله العظيم انا بتضايق وانت بتصعب عليا. لا مش هصعب عليك، انا بطلع بقول للناس انا بقول لهم دي الحقيقه. احنا عايزين نعمل حاجه ماشي. يعني انا كل معقوله يعني كل ما يا جماعه المهندس هشام حطب مع كل الاحترام والتقدير ليه طبعا كذا حد يجي يقول المهندس هشام المهندس هشام المهندس هشام يعني ليه ما حدش بيطلع يرد؟ يعني ليه ما حدش بيطلع يقول يا جماعه لا احنا موقفنا صح، يا جماعه لا احنا المفروض ان احنا عملنا كذا وكذا وكذا، يا جماعه الناس اللي بتتكلم دي بصراحه هي ليها حاجه مواقف شخصيه مننا. طب ليه يعني؟ انا نفسي اعرف. ممكن اكمل على كلامك؟ لا لا انا هطلع فصل عشان تشرب الحاجه السخنه بتاعتك وتروق كده ونرجع. احنا ما كملناش على فكره. وهنكمل زي ما احنا. ورقنا كتير. لسه انا جايب لك فايلين. لسه معانا وقت، انا قاعد معاك. أنا قاعد معاك والله. هنطلع فاصل عشان الأستاذ عبد الشافي كده يروق كده وإن شاء الله يعني يا رب الحوار يبقى في مصلحة الرياضة المصرية. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول.